إلى أين تذهب يا قاسم؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر، الساعة الآن 6:00 صباحا. نعم، ولكن المدرسة بعيدة عن بيتي. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ في 7:00 صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي في 1:00 ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المعمل. إذن تفضل بالذهاب إلى المدرسة. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا على مشاهدتكم أيها المشاهدون الكرام، ولا تنسى فور لايك كومنت اند سبسكرايب هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.